مساء الخير، مساء النور، تحية طيبة وعطرة لكل أوفياء. أنا مرحبا بكم معنا في لقاء جديد من برنامج حسن نفسك مباشرة على شدايف ام دائما من 2 الجمعة من الوحدة حتى الجوج. معنا اليوم طبعا الأستاذ فؤاد فرقاني الإدريسي، متخصص في العلاج بالرقية الشرعية والطب النبوي. أهلا بك أستاذ، مرحبا. السلام عليكم سلمى أختي. طبعا كيف العاده كيرافقني مهدي في ضاف الاخراج، تحيه ليه. ايضا تحيه لكل اوفياء اللي كيتواصلوا معنا على 0522 36 10 36 او ايضا كيتواصلوا معنا من خلال الفيسبوك، سواء صفحه شدايا فام او صفحه حسن نفسك، وكذلك كيتواصلوا معنا من خلال لو سيت ديالنا www.shadayafam.net او .ma. اذا مرحبا بكم معنا. طبعا استاذ، خصنا هذا الاسبوع الحديث على فاتحه الكتاب ومعاني الجمه ديالو ومكامن استعمالها ايضا في الرقية الشرعية. واليوم غنختموا طبعا الحديث على سورة الفاتحة ونتقل لسورة آخرين. إذن أستاذ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا أختي سلمى البارحة إلى قوله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. واهدنا الصراط المستقيم هو طلب العون من الله عز وجل للهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم يعني الصالحون الذين كتب لهم الله السير على الطريق السوي المستقيم. فنسأل دائما من لما نقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني كنطلب العون من الله عز وجل أن نحيا حياة طيبة تسير على صراط الله المستقيم وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن كانت بقت عندنا واحد اللفتة يعني صغيرة اللي ذكرنا البارحة أختي، يعني قلنا إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد وإياك نستعين إفراد العبودية لله وحده، أي أنا عبد لله، وإذا كنت عبدا لله كان الرب سيدك، والسيد هو الذي يطعم وهو الذي يؤوي وهو الذي يكسو وهو الذي يشفي وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يعطيك أي خير أو يمنعك من أي شيء بأمره وبحكمته وبعلمه سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الأشياء كلها مآلها إلى السيد ألا وهو الله سبحانه جل في علاه، فإذا لا نخشى من أي شيء، فيكون توكلنا على الله عز وجل في جميع الأحوال وفي جميع أشيائنا المعاشة يوميا، حتى يعني فيما نخص عليه هذا الذكر وهو الرقية الشرعية. فدائما إذا رقينا أنفسنا أو رقينا أنفسنا عند غيرنا نتوكل على الله، ونعلم أن هذا الراقي ما هو إلا سبب من الأسباب، لا أقل ولا أكثر، لا أنتظر منه أن يصنع لي المعجزة ولا أي شيء، فهو يعني يعمل معك كتاب الله كأي طبيب كأي دواء أخذتي، تتوكل على الله والشافي هو الله. هذا المفهوم، يعني دائما كنقول لها اختي سلمى، يعني الراقي بدل مجهوده، كانت نيته كيف ما كانت اتركها لله عز وجل، والله هو الذي يجازي، ولكن انت اطلب الشفاء والعون من الله عز وجل. ثم قلنا لما نقول اياك نعبد واياك نستعين نكررها على الاقل بدون صلاة النوافل 17 مرة في اليوم، في اليوم والليلة، عرف الصلوات ديالنا. فان هذا يعني لما يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو يستعين بغير الله، أو إياك استغفر الله إياك نعبد عفوا إياك نعبد وإياك نستعين وهو يستعين بغير الله، فما يعني ما قالها حقا من قلبه، بل نطقها بلسانه إياك نعبد وإياك نستعين، ولكن لا تستقر في قلبه البتة. فهذا يعني يكون إنسان يعني أخل بنظام العبودية وإفراده لله عز وجل وللذات الإلهية. فبالتالي إذا قلنا إياك نعبد وإياك نستعين يكون إمامنا وثيقا بالله عز وجل في جميع الأحوال. ثم نجد من يقول إياك نعبد وإياك نستعين ويخشى من الخلق، يقول إياك نعبد وإياك نستعين وهو يقرأها في الرقية ويخاف من الساحر، إياك نعبد وإياك نستعين ويجلل الراقي ويعظمه كأنه موهوب أو له هبة رحمانية من الله عز وجل وما هو إلا بشر، إياك نعبد وإياك نستعين ويتمسح بالأضرحة، إياك نعبد وإياك نستعين ويذهب إلى الناس ويقول
نقولوا لهم يعني نجموا لي وضربوا لي الخط وكذا والعياذ بالله اكشفوا لي عن الغيب. هل هذا يحصل عنده إياك نعبد وإياك نستعين؟ حاشا وكلا وألف كلا. فبالتالي نمر إلى اهدنا الصراط المستقيم، قلنا هو يعني الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا الصراط هو الذي نمشي عليه قدما في الدنيا إذا كنا أسوياء أتقياء نخاف ربنا عز وجل ونعمل بنواهيه ونبتعد عن محرماته التي حرم علينا، نسير على الصراط المستقيم سويا في الدنيا ونسير عليه غدا يوم القيامة، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جتية. أسأل الله عز وجل أن ينجينا على الصراط جميعا. ثم بالتالي هذا الصراط إذا لم يعيش عليه الإنسان في الدنيا ويمر عليه مرة سوية فلن يسير عليه في الآخرة. اليوم يقول إذ يقول الله عز وجل تأتي كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها وسائق شاهد على أعماله، وكل منا يتحمل وزره على عاتقه، والصراط هو أحد من السيف وأدق من الشعر، وهو جسر يمتد ما بين جهنم والجنة. فالسالم من سلمه الله عز وجل. وكل الناس يوم القيامة يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء حتى الأنبياء، وترى كل أمة جاتية أي جالسة على أركابها هكذا والعياذ بالله من شدة الهول، صحف تتطاير، عذاب يعني نار والعياذ بالله. لا ينفعك إلا الله، لا ينفعك في هذا اليوم إلا الله عز وجل. إذا لم نعيش على الصراط المستقيم السوي في الدنيا والله لن نمر عليه في الآخرة. هذا يستشعره فلتستشعر الأمة المحمدية هذا المعنى لما نكون لما نقرأ كتاب الله عز وجل خصوصا الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الصراط، يعني إذا نجاك الله عز وجل يعني من الصراط فطوبى لكل من نجاه الله عز وجل من هذا الصراط ثم يعني أدخله الجنة. وبالتالي يعني اهدنا الصراط المستقيم تتحقق في عباد الله المخلصين، فأن تكون عبدا لله ليست بالسهولة، لأن لما نجي الآية الكريمة تقول وعباد الرحمن طوبى لمن وصفه الله بأنه عبد له. فالعباد هذو مختص، كل الخلائق عباد، لكن العباد الصالحون الذين اختصهم الله واجتباهم واصطفاهم طوبى لهم. ثم بالتالي عندنا صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء هم الصالحون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، معروفة الكل يعرفها. فبالتالي فلنعر أسماعنا وقلوبنا لآيات الله عز وجل ولنعمل بها يتحقق الشفاء، وإلا يأتيني الآتي أو تأتيني الآتية وتتوسم في العلاج أو الخير أو كذا، أو تتوسم في أي حد أو في طلب أي شيء أو معونة مادية أو معونة في العمل أو ارتجيها من الخالق قبل المخلوق، يحصل الغرض هو المقصود بإذن الله. والله إذا لم نتوكل على الله حق التوكل والله نحن في ضلال وفي غفو والعياذ بالله. ولو توكلتم كما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانة. ثم نستشعر كل مريض منا أن الشافي هو الله وأن الشافي هي من أسماء الله الحسنى، فالتجئ إليها يشفيك الله كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فوشفين، وكما قال سيدنا يعني أيوب عليه السلام ربي واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أنعم الله عز وجل هو أرحم الراحمين، هو كاشف البلوى، هو المعافي، هو الشافي، هو الكافي، من غيره كذب، لا شافي ولا كفي إلا الله عز وجل. ومن اعتقد في غير الله بأنه هو الشافي وهو النافع والضر فقد أشرك، فليعد حسابته مع الله عز وجل وليصحح مقصوده وعقيدته. فكنت أختي سلمى دائما أقول عقيدتنا ممزقة وستزال ممزقة عند قوم كثيرين إن لم يراجعوا حسابهم مع الله عز وجل. وأول حسابات مع الله عز وجل أن نستمسك بسنة رسول الله وهديه وما جاء في كتابه، لأن السنة ما هي إلا تفسير ومعيار لكتاب الله عز وجل، تفسر كتاب الله كما أنزل. فبالتالي
نلتزم بسنة رسول الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أعوذ بالله من الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. فهذا هو المقصود أختي سلمى من تفسير سورة الفاتحة. ولم نوفيها حقها، لو مكتنا شهورا وأياما وسنين والله لن نوفيها حقها، لأنها هي أم القرآن وهي السبع المتاني، وبها يتقبل الله عن المؤمنين، وفيها شفاء وأزف بشرى إلى كل مسلمين، بأن سورة الفاتحة فيها شفاء وترياق من كل مرض بإذن الله عز وجل إذا حدثت النية وكان المقصود وتبت الظن بإذن الله عز وجل، فهي شفاء، وخصوصا إذا قرأت 7 مرات أو 70 مرة كانت شفاء عاجلة بإذن الله، مصحوبة بالنية الصادقة لوجه الله عز وجل. وأسأل الله الشفاء للجميع يا رب أمين. إذن أرقامنا تواصل غنفسح عليكم دائما على 0522 30 10 30 0522 30 10 30 55 55. طبعا دائما تم الاسماس هو 6 دراهم، أو ممكن تواصل معنا من خلال الفيسبوك صفحة شدا اف ام أو صفحة تحصن نفسك. إذن معنا اسماس على 5566. سلام، أنا عندي سحر ومس، كنت ملي كنقرأ سورة البقرة كل نهار كانت يجيني الوخز في الجسم ديالي، ملي واضبت عليها ما بقاش، وملي قطعتها رجع لي ذاك الوخز، وخا كنقرأ القرآن وكنرقي نفسي ما عرفتش علاش. إن شاء الله تعالى يعني دوم هاد الأخت ديالي على الرقية ديالي إن شاء الله تعالى بإذن الله. وما زلت أقول أختي سلمى، فليكن يقيننا بالله عز وجل. نعم، إذا استعملنا الرقية فليكن يقيننا بالله عز وجل. أريد أن أطرح سؤال هنا، هل الضار النافع الله أم غيره؟ طبعا الله. هل كيد الشيطان هل له قوة أكثر من قوة الله عز وجل؟ حاشا وكلا والعياذ بالله. فبالتالي ما هذه إلا معتقدات وأساطير، وكلها يعني إيحاءات والعياذ بالله، يوحيها الشيطان ويلقيها في آذان الناس فتستقر في قلوبهم فتفعل ما تشاء أن يفعله أن تفعل بإذن الله عز وجل. وهنا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. أختي سلمى، يأتي الشيطان فيريد أن يبعد العبد عن ربه بهذه الوساوس، فنقول الناس للناس الحذر الحذر الحذر. نعم. إذا قرينا كتاب الله ظنوا أن فيه شفاء، وبلا من قرأ البقرة، أقرأ البقرة لأن فيها 285 آية، شوف كل آية شحال فيها من حرف. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقول الألف ألف لام ميم حرف، بل الألف حرف واللام حرف والميم حرف، يعني 30 حسنة. الشيطان يأتي ويلبس عليك بالمسألة، كتبقى صباح مساء ليل تقرأ في سورة البقرة، تبتغي بها العلاج وتترك بها وجه الله الذي أمرك أن تقرأ كتابه من أجله والتقرب إليه، فيلبس عليك الشيطان وكتبقى، والله لن تأتيك المعية من الله عز وجل. فبالتالي قرينا الرقية دعاء في صلاة يكشف الله البلوى، ونخلي القرآن في المحل ديالو نقراو صباح مساء، حذف الصباح وحذف المساء باش يكون عندي أجر ديالي في الآخرة. وإلا ذهبت إلى الآخرة وقال لك ربي تركتي ذاك المساء ذاك اللي بغيتيها في الدنيا خلينا لك، وتركنا إلى ما وقدمنا استغفر الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، واضح ونعم بالله. إذا أكيد غنواصلوا القراءة ديال الرسائل 5566، أيضا رسائلكم عبر الفيسبوك. ولكن ناخذوا حسنة من يمنى. السلام عليكم حسنة. السلام. مرحبا حسنة، لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك، تفضلي. الله يخليك بني تو الأستاذ. مرحبا بنتي. بغيت نعرف شنو هو سحر الفراق. نعم بنتي. الفراق. سحر الفراق. سحر التفريق. نعم بنتي. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك حسنة. صابر من خنيفرة. السلام عليكم صابر. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سي صابر، تفضل. بغيت نسول الاستاذ الفاضل، بعض الناس تيقولوا لك تنشوف الجن شتهم كذا كذا، واش هذا الشيء صحيح؟ ممكن الانسان يشوف الجن ولا لا؟ سيدي الفاضل، في حالات استثنائية يرى الإنسان الجن بالعين المجردة إذا تشكل وأخذ شكلا على غير خلقته التي خلقه الله عليها. ومن قال أنه رأى الجن على حالته التي خلقه الله عليها فهو كاذب وكافر بنص القرآن، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهذا اللي كيقول لك شفت الشيطان أو الجن على شاكلته التي خلقه كاذب وآثم
يعني كذاب أشر. ثم بالتالي إذا تشكل هذا موجود وهذا نقره وهذا ما أقره العلماء بصريح النص وبصريح الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة في الحديث الزكاة. ثم بالتالي الأخت أخرى السائلة عن الفراق، سحر التفريق موجود بنص الآية، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا سحر التفريق. ولكن هنا وقفة، هذا السحر يمكن ما يكونش من قبيل الساحر بالبتة. ممكن إنسان يجي يوسوس ما بين المرأة وزوجها، هذا والعياذ بالله سحر، لأنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة. وقد يكون إنسانا ألحن بالحجة وألحن بالبرهان فيتكلم مع إنسان آخر ويوشوش له ويغير صدره على الآخر فيقع سحر، فهذا سحر شيطاني والعياذ بالله، بالوسوسة، بالنميمة. والله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ثم بالتالي هناك سحر تفريق من نوع آخر يعمله الساحر، أو سحر مركب بأشياء، يعني كين موجود هذا حاصل، والشفاء منه بصورة طه والتوكل قل على الله وربي ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ونعم بالله. إذا نرجعوا لميساج فيسبوك عبد الرحمن الطفاوي. أنا عبد الرحمن من الجزائر، الله يخليك، أعطونا الرقية الشرعية كاملة والكيفية، والسلام عليكم. الرقية الشرعية كاملة إلى بغينا نقولها ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاءت أحاديث فيها الفاتحة الكتاب، فيها ألف لام ميم إلى المفلحون، فيها واتبعوا إلى آخر الآية دي السحر، فيها آية الكرسي، فيها أواخر سورة البقرة، فيها الله لا إله فواتح سورة آل عمران، فيها أحسبتم أنما خلقناكم. على أي حال لا نتقل كاهل الناس اللي بغيو ده. فاتحة الكتاب هي الشافية، هي الكافية، هي المانعة، هي الشفاء بعينه إذا استعملتها فيها شفاء، والدعاء شفاء. نعم واضح أستاذ. إذن السلام عليكم، كنشكركم على هذا البرنامج الثقافي الرائع. أنا خديجة مربط، خالتي كتقوم بعملية كتدخل ضمن علاج العين، أم صبيان، وهي ما يسمى عندنا في مجتمعنا بالفراكة، وهي كتاخذ خيط وكتقيسه بذراعها وكتوضع عقدة وكتلفها حول الملح الحية وكتوضع فوق رأس المصاب بالعين وكترقيه، وذلك من خلال قراءة سورة الفاتحة والإخلاص وقول أعوذ برب الفلق والناس 12 مرة وآية الكرسي مرة واحدة. نعم. وش هادشي اللي كديرو كيتنافى مع الشرع؟ يتنافى من شق مع الشرع ومن شق آخر لا يتنافى مع الشرع. نعم. هي في الأصل قراءة قرآن، لكن في الطريقة التي تستعمله من العقد والنفث فهذه ما قال الله عز وجل من شر النفاثات في العقد. نعم. وأذكر السائلة التي سألت عن سحر التفريق، فهناك النفاثات في العقد هم ليسوا السواحر، في معنى آخر في تفسير آخر أنه النفاثات في العقد هم الذين ينفتون سمهم بالنميمة، يفرقون بين المرأة وزوجها بالنميمة بالغواية، شوفي راجك شدير لك، شوفي كذا كذا، علاش ما يعني هكذا. فسمي نفاثات في العقد لأن العقدة تطلق على الجواج، على عقد النكاح. نعم نعم، هذا مذكورة في الآية الكريمة، يعني عقدة النكاح يعني تسمى عقدة، فهذه يعني النفاثات في عقد، يعني يصدق فيها هذا القول في التفسير ويصدق فيها القول التالي. ثم هذه السيدة تنفث في هذا، وهذا من الشرك والعياذ بالله. نعم، هذا من الشرك المحرم. إذن قراءة الآيات فهي لأن هذا النفث في العقد، في هذه العقدة لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله، لكن إيمانها أن في تلك العقدة شفاء من دون الله شرك وكفر محض. نعم. فهذا هو ما نهى عليه الشارع. نعم واضح. السلام عليكم، كنشكركم على البرنامج. الزوجة ديالي مرة كيجيها صداع كثير في الرأس والعينين، ذهبت مش يعني من ذهبت للطبيب وعملت صور على الرأس والتحاليل وقال ما عندك والو وشكرا. إلا عندها شي حاجة في العينين ديالها تستعملوا ماء الكمأة ثم هو التلفاز ثم معه الرقية إن شاء الله، أسأل الله الله يشفيها. السلام عليكم، الله يجزيكم بخير. عافاك الرقية ديال، بغيت رقية الاضطراب، عنده اضطراب النوم وعكس العكس، يعني رقية العادية. نعم نعم، عنده اضطراب النوم يدير الدعاء ديال الأرق اللي تبت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، اللهم أنم عيني وأذهب أرقي. وبالتالي إذا دعمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان
فإنه ينام نومة يعني سوية إن شاء الله وهنيئة بإذن الله عز وجل. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا عبد الله من الدار البيضاء. أهلا بالأخت سلمى. بغيت نسول الأستاذ، كنت كنعاني من وسواس من قبل، وفي واحد الليلة الأم ديالي سكبات الماء الساخن يعني في المرحاض، ومع شوي يعني واحد البرودوي قالك ديال الملح. نعم. وهو الفائدة ديالو استخراج الفضلات، وكلماتني ودخلت لي رائحة الأنفي. ومن ذلك اليوم وأنا كنحس بسنمية في الجسد ديالي، وعملت الرقية الشرعية عدة مرات وما تبين عندي شي حاجة. لا شيء عندها بالكل، هي ربطت حادث المرحاض، يعني أنه حيت هذه الفكرة عندنا أنه اللي كيصب الماء الساخن في المرحاض أو كذا غيضربوا الجن. هذه فكرة خاطئة. هو نتوقع الحذر، يعني ما نمشيوش نتعمدوا اللوح الماء الساخن، وحتى إلا لمحتي الماء السخون وقلتي بسم الله الرحمن الرحيم لا تخشي شيء، هذه ما لا عندها إلا هوازيز فقط. نعم. عندي شي مشكل. السلام عليكم، شكرا على هذا البرنامج. حنا أسرة أربعة البنات وجوج ديال الأولاد، كلنا فوق سن 40 سنة، أسرة محافظة، يوميا كنسمعوا صوت البقرة والرقية بدون زواج، هل هناك من حل؟ نعم، الناس دائما يقولون يعني يتأخر علينا الزواج من نساء ورجال وكذا، أتتهمون الله في عطائه؟ أنا أريد أن أسأل السؤال، أنا أتهم الله في عطائه؟ هل الله يسأل عما منع وحرم؟ حاشا لله. فبالتالي نتوجه إلى الله فهو المعطي، وما ربطوش الحالة راه شي ساحر اللي دار لينا ومنعنا ومن كذا، راه المانع الضار النافع المعطي هو الله عز وجل. واضح. الله يخليكم. أنا عندي العين بزاف والحسد، كنقرأ سورة البقرة كنحس دائما برودة في أطرافي وخز ودموع مع خمول وكسل وكوابيس، هذه أمل من سالة إن شاء الله تعالى تستعمل الرقية إن شاء الله. إن شاء الله. أيوب من تيزنيت كيقول سلام، أنا أيوب من تيزنيت، أنا كنت زوين من اللي كنت صغير والناس ديما كيقولوها ليا، ودابا كنحس بحال راسي بحال إلى محقور. لا حاشا لله، يعني عود نفسك بالمعوذات إن شاء الله، وما تحقرش نفسك، فالله عز وجل نفخ فيك من روحه ونفخ في العباد كلهم، فحاشا لله، الكائن البشري عمره ما يحقر نفسه لأنه رب العزة كرمه على سائر المخلوقات، وبالتالي عود نفسك بالمعوذات. واضح. سلام، بغيت نسول الأستاذ، واحد البنت يلا عندها 7 شهور كانت كتغوت بزاف، وجابوا ليها واحد الفقيه دار لها القطران في يديها ورجليها، يعني شنو القول ديالك في هذه المسألة؟ يعني أنا يعني كنفضل إن شاء الله تعالى بإذن الله السيد دار معرفته، وما بالتالي يحاولوا، كنقول أنا ملي يكون البنية أو الصبي صغير أحسن طريقة اللي كنستعملوا في الرقية هو الرقية ديال الأبوين ديالو أو الأب ديالو، يهكا يعني ينفت في الكفين ديالو بالمعوذتين سورة الإخلاص وفتح الكتاب وحتى آية الكرسي ويدعو ويقول بسم الله أرقيك من كل شيء يديك، ويمسح لي على الدات ديالو، هذه أحسن رقية للصبي بلا ما يجيبوا له شي واحد كذا ويبداو يشموه في حوايج وكذا والولد باقي صغير هو المسكين. نعم. صلى الله يشافيه. نعم. واضح. كريمة من العطاوية، السلام عليكم كريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام كريمة، مرحبا. بقول استاذ انا مرة مزوجة ومن هذه ومجل نجيك في الليلة كان بقيت عندك اللي عندك الجرب لكن سوصي لكن ممكن. واضح. واضح كريمة، واضح سؤال ليك، شكرا ليك. كنمشيو بلي مال ناخذ زهور. السلام عليكم زهور. الو زهور. اذا نقاطع التواصل مع زهور. كريمه كتقول ان مزوجه سنتين دابا ما نعم. حصلش عندها يعني إجاب. نعم. انجاب. نعم. فالطبيب تيقول لها عندك برد، يعني واش كاين شي وصفه طبيعيه لهذه المساله؟ نعم ان شاء الله. خذي على سبيل المثال يعني اذا تحملت هذه السيده بقليل من الزعفران يعني نعم. شعره ومعها قليل من العسل فهو تحميل جيد للرحم، ثم تنظف بالبابونج والخزامة هذا حتى هو جيد بإذن الله عز وجل، ثم تستعمل الشرب الداخلي وهو عن عبارة قليل من يعني قليل من الزعفران شعرة وسبع حبات من القرنفل، ثم بالتالي تعمل معهم الزعفران وسبعة حبات من القرنفل وتصب عليهم الماء الساخن وخلهم يتنقعوا قليلا، ثم تخلطهم بجوج ملعقة من العسل فهو جيد لهذه الحالة إن شاء الله تعالى. واضح. إذا نرجعوا لخمسة خمسة ستة. السلام عليكم، الله يجازيكم بخير. الأستاذ كيقول لا لا يسرع أي أحد، هل يعمم أم هناك حالات تسرع؟ يعني إحنا حيرين بغينا توضيح. أنا ما قلتش لا يسرع أي أحد، يعني أنا دائما أقولها إن شاء الله تعالى بإذن الله، كنقول كثير من الحالات ستكون نفسية.
ثم الى خدينا بهذه الفكره ديال كثير من الحالات تكون نفسيه، يعني غادي نقصدوا دائما الطبيب في اول مره بعد الدعاء، قبل يعني نديروا الدعاء من الله التجول يا ربي شافيني، ثم نمشيو على الطبيب ان شاء الله كنشوفوا الحاله ديالنا. ثم بالتالي يعني ما كنقولوش ما كاين الصرع، الصرع موجود. والصرع شنو راه الصرع؟ فيه ما هو مرض عضوي وما هو مرض يعني اللي غير عضوي. فبالتالي فيه واحد الطرف اللي هو مختص بالطب، نعم، والاطباء عندهم اختصاص ديالهم، وفي واحد الجانب اخر اللي هو ديال الرقيه. فبالتالي حنا ما كنبغيوش نجبدوا على الناس، نجبدوا عليهم يعني نزيدوا مرضهم اكثر ولا وكذا. هذا هو اللي كنصحهم من نهار جينا للاذاعه وحنا كنوروا كنوروا وما حبينا لكم الا الخير. والا بغينا يعني نبيو نمرضوا الناس غادي نبداو نقول له عندكم الجنون، ملي يقول لي واحد ضرني قلبي نقول لي شاد لك قلبك، وما يقول لي رجلي نقول لي شاد لك فادك. وهذا راه كلها متاهات، وماذا تركنا لرب العزه. اتقوا الله يا مسلم. المهم هو نعم. العلاج يعني نعم نعم أختي. نعم والله يا اختي سلمى، نعم انا اطلب من الناس، علاش بقيتوا ساكتين؟ احنا في هذا المنبر اكثر من 3 شهور، نعم انا حسبتها يعني واتي الى هذا المكان ابتغاء وجه الله بغض نعم. النظر على الجانب المادي، وانا لا اتقابل يعني ما كنتلقى حتى تخلص، وانت كتعرفي هادشي ما كنجي، كنجي مجانا لوجه الله، ونحب بلدنا الكريم، والله يحفظ لنا سيدنا ومواليه وكل شيء باذن الله عز وجل. ثم بالتالي من نهار جيت لهذا المكان وانا اعطي النصيحه للناس، نعم دائما بغيت نبعدهم. وكثير من الناس تصلوا عليا، البارح الاخ كيتصل عليا من تيزنيت كيقول لي اقسم بالله العظيم كان عندي مرض الخوف الرهاب والعياذ بالله، ما خليت فين مشيت، بالحديث اللي نبهتينا به شفاني الله عز وجل. الحمد لله. والله انا يعني درفت عيناي من الفرحه. فكنقول الناس صيفطوا هذه المسائل باش يستافدوا منها الناس، يعرفونا كنهضروا في الحق. نعم راه ما جيناش كنقولوا لكم الجن كيبركوا لكم في الجسد ديالكم، هذا كذب ونصب واحتيال. أعيدها، احترمت أي واحد، ولكن الآن أقولها جلية وصريحة، اتقوا الله في المؤمنين. راه إلا بقينا كنبعدوا على الناس نقول لهم راه ما كيشدكمش الجن في الدار ديالكم راه غادي يستافدوا مزيان. راه أنا أؤمن أن الجن موجود، السحر موجود، العين تصيب الناس، ولكن موجود كتاب الله، موجود الدعاء باش الإنسان وإرادة الله وإرادة الله قوية أختي سلمى، الله يبارك فيك. ثم بالتالي إلا حيدنا الناس على هذه المسألة على الأقل غادي يعود ملي ينتابوا شي شعوب شي مرض غادي يمشي على الطبيب المرض العضوي، وغادي يعاود ثاني يدعمها بالرقيه، وغادي يلقاو الناس كيتشافوا باذن الله. على سبيل المثال اختي، والله لا اقول على سبيل الشهرة، والله يعلم ما في قلبي، لما ياتيني الانسان الى العياده اساله والله العظيم والله شهيد على ما اقول، وكل الناس هو يتحملون المسؤوليه امام الله عز وجل، كانوا سالوهم اشنو كذا، واش يضرك هادي، واش يضرك هادي، واش حتى اذا استنفدت جميع السبل دخلت معه في الرقيه. نعم. ثم أرقي بما شاء الله، ثم أطلب له الدعاء يا ربي تعجل له بالشفاء، ثم أعطيه مثلا عسلا وماء ويغتسل به وقل له الشافي هو الله. إذا أنا خلصت من الأفكار السوداوية اللي عنده في الدماغ ديالو. نعم. ما قلتش لي، وأتحدى أتحدى يتصل أي واحد يقول لك هذا السيد قال لي فك الجن. نعم أتحدى. واضح أستاذ. إذا ناخذ عائشة مدينة الدار البيضاء. السلام عليكم عائشة. عليكم السلام اختي. مرحبا بك عائشة. الله يخليك مع الدكتور. مرحبا اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام لالا. انا بالنسبه كان عندي سحر اللي كنت مرات بالوسواس، وفي واحد الاطباء وكل شيء قال لي عندك الاعصاب، ودابا باقا مريضه. نعم امتي. دابا اللي ما كيجينيش النعاس نعم كنا مزيان ما نعم امتي. هذه حاله نفسيه عند الاختصاص عند الطبيب المختص. تبقي مع الطبيب ديالك ولا الطبيبه ديالك باذن الله، استعملي الدواء لانه يهدئ من النفسيه ديالك. ثم عليك بالتلبينة التي ذكرنا في الحلقات السابقه. نعم. ثم عليك يا اختي بذكر الله، ثم عليك بالعسل بالماء، ثم عليك بنبتة يعني الخزامة فهي جيده للتهيئه، والكاموميل البابونج، هذا كله اختي مفيد لك، واسال الله لك الشفاء ان شاء الله. عائشه شكرا لك. حسين من اكادير، السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حسين مرحبا. كي داير اختي لاباس؟ الحمد لله بارك الله فيك تفضل. الله يسلمك. واحد السؤال اختي الدكتور الله يرحمه عليك. اييه مرحبا تفضل. الله يخليك دكتور. نعم استاذ. واحد المشكل ديال الحساسيه. نعم العشيه تجيني الحكه من جهه لتحت اطرافي ديال انا كاين تنفس ليا ديالي. حساسية ديال الجلد؟ حساسية ديال الجلد الشريف ديال الدات ديالك مشيت الانف؟ لا لا لتحت.
واخا واخا نعم سيدي دائما ولكن الاشياء وخليت الطبا وما خليت الدويات وخليت ما لي بومات اسمعني شريف واش في الليل ملي كتنعس كتبدا ملي كتسخن كتبقى تحك ملي كامل الناس ايه عرفتها غير ندخل نعس حتى الصباح حتى بحال ما كاين والو نعم واضح حسين شكرا لك شكرا واضح حسين اذا اختي يعني من باب النصح ان شاء الله تعالى باذن الله هذا الاخ عنده واحد الحساسيه هي ديال كاينه في الدم فبالتالي عليه بالحامض يعني يجيبوا ليمونه ديال الحامض ماشي ليمونه حلوه الليمونه الحامض وياخذها يديرها في الماء وعليه بزاف ومع العسل ومع ملعقه زيتون ياخذها في الصباح على الريق وما يفطرش على واحد الساعه ولا ساعه الربع ثم عليه بكوبين من الزعتر واحد في الصباح وواحد في المساء ثم يعني هكذا الطريقه ثم يبدا ياخذ واحد الحمام ديال الملح نعم حمام ملحي ماشي يدهن الناس بالملحه لا حمام يعني السطل اللي غادي هذاك يدير فيه الملحه ويتوضا به وثاني ينشف فان شاء الله تكون لي ولكن هذه الطريقه كتبغي اكثر من 41 واكثر ان شاء الله 41 يوم لان عنده حساسيه في الدم ديالو ان شاء الله نعم واضح استاذ اذا سلام هذه صراحة عفاك سمعت انا اللي عنده بوم زوي ما تياكلش الحلاوه واش يعني العسل والتمر ما يمكنش لا اقصد بالحلاوه اللي كتكون سكريات من حلويات وكذا لا بالعكس العسل مفيد للقولون العصبي والبوم زوي مفيد لي نعم واضح استاذ اذا مازال غنواصلوا معكم اكيد طبعا دائما على 0522 36 10 36 تم الاس ام اس هو 6 دراهم او ممكن تواصلوا معنا طبعا من خلال الفيسبوك صفحه شدايفم او صفحه حسن نفسك لحظه وفينا غنبقاو مع اذان الظهر دائما توقيت الدار البيضاء والنوحي تقبل الله إذن تقبل الله صلاتكم إن شاء الله مازال موصي معكم برنامج حصن نفسك مع الأستاذ فؤاد فرقاني الإدريسي متخصص في العلاج بالرقية الشرعية والطب النبوي دائما أرقام تواصل صحة لكم 0522 36 10 36 أو على 5566 55 66 دائما تم الاسمس هو 6 دراهم ممكن أيضا تواصل معنا من خلال صفحة شدايف مع الفيسبوك أو صفحة حصن نفسك إذن معنا سؤال على 5566 الله يخليك أستاذ رقية التيسير تجارة هذه يعني فقط يعني ملاحظه ربما عديد من الاسئله استاذ كيجونا في الرقيه التيسير التجار التيسير هي نعم. الرقيه يعني بصفه عامه نعم مرسي نعم يعني في التيسير التجاره كل شيء ييسر به الله عز وجل لكن ارجعوا معي قليلا الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم السنه اللي كيقول لنا واضبوا عليها وهي بعد صلاه الصبح نقول سبحان الله وبحمده عدد 100 مرة وكانت كانت يعني لواحد الحلقة جميلة للدكتور والشيخ الجليل أبو إسحاق الحويني نعم. حفظه الله وحفظ جميع الشيوخ المغاربة وغيرهم صلى الله لهم يعني العافية ان شاء الله تعالى ومن ضمن الاخ ديالنا الجليل عبد الرحمن السكاش نعم. اطال الله في عمره ثم بالتالي اقول يعني هاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو اسحاق الحويني قال سبحان الله وجدوا ان الخلق يرزقون بهذا التسبيح ديال سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده فهو فيه خاصيه ثم بالتالي اذا دخلت الى دكانك او محل تجارتك فاول شيء تعمله هو فاتحه كتاب ثم ايه الكرسي ثم المعوذتين ثم اقرا بعدها سوره البلد فهي فيها خير ومجلب للرزق باذن الله عز وجل انت تتوكل على الله عز وجل ما قلت سيدي فلان ولا غيره سيدي هو الله والله يفتح عنا عنك ان شاء الله الله يخليك شي رقية الشفاء مرض مريض بدا السرطان ولكم جزيل الشكر نعم اسال الله الله يعافي هذا المريض ويعافينا جميعا واسال الله هو يجعل له في الميزان ديالو مقبول عند الله عز وجل ثم يرزقه الصبر والسلوان ثم بالتالي سوره الرحمن هي يعني ما اخر يعني مش يستغفر الله بالاضافه يعني الأدوية. نعم الأدوية كلها الآن يعني لقوا فيها شفاء يعني في, 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 في بلدان إسلامية توخوا فيها الشفاء بزاف وجدوا النتيجة دياله وكانوا كياخدوها مدة سيمانة يعني أسبوع نعم سورة الرحمن وفيها خير إن شاء الله مع العسل ومع الدعاء يبرأ إنسان ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة حبذا إلى تصدقوا وطلب العلاج من الله عز وجل إن شاء الله سلام أنا محمد ذات الرقية وملي كيقرا عليا كنبكي قال لي عندك سحر عنده قال لك هذاك انا ما نعرفش يا خويا اسال الله الا كان عندك سحر الا قال لك راقي عندك سحر تبع معاه واسال الله الله يشافيك يا اخي وكاين اللي كيبكي يعني تخشوا انا استاذ ماشي ضروري اللي كيبكي عنده سحر نعم حيت علاش يا اختي ما بغيتش نبقى ندخل هكا مثلا تقول لواحد الدراري راقي حيت مادام هنا يعني تكون عندنا شوفي اختي تكون عندنا الاخلاق ديال المهنه نعم انت اختي مثلا صحفيه وانا كذلك مثلا صحافي نعم لا اعقب عليك الا بالحسنى استفسير استفهم
واحترمك بكل احترام. اذا كان عاوتاني خلل مثلا مش خلل او الطبيب اخفق في شيء ما الا هوش مسكين ما اداش المهمه ديالو نقولوا ربما الطبيب مسكين اخفق في شيء انك وكذلك الراقي ربما التفسير ديالو اخفقها في او اصاب. فبالتالي انا يعني يا ليتنا يعني نخر للاذقان نبكون ويزيدنا خشوع يا ليتنا. سلام واش الشبو الحرمل مزيانين يبخروا بهم؟ لا شركم بالله. نعم واضح. سلام شيخ ما واضحش يعني مس خصام ومشاكل وامراض ما واضحش الاخ ديالي يعني اللي صيفط لي هذا الاس ام اس ما يعني حتى ما ذكرش الاسم ديالو. نعم. ما واضحش الكتابه في الاس ام اس. نعم. على العموم السلام شيخ وكامل مس خصام يعني كاتب لي هذه الجمله في الاول ومشاكل يعني اللي كنتي كتسمع لي الاخ ديالي عاود صيفط لي اس ام اس والاخت. انا نورا كنبقى نبكي حتى كنطيح وكنفقد الوعي. نشوفوا شنو العله. ما عندهاش شي مشكل، ما عندهاش شي حاجه اللي ثبت لي هذه العله. الا ما كاينش اذا لا علاش تبكي الاخت؟ لا تساوي الدنيا عند الله جناح بعوضه. ثم بالتالي عليك بتقوى الله عز وجل، واذا استمر عندك هذا الحال فعليك بصوره يوسف والا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم مره اخرى اصحح ما قلت يعني الشبه والحرمل، اذا كان الانسان لا يعتقد فيها فهو ليس بمشرك، ولكن اذا اعتقد فيها انها تمكن من غير الله انها تنفع او تضر فهذا شرك محض. فبالتالي انا انصح الناس يعني باستعمال العود، والعود كان يحبه رسول الله، وفي رواية أن رسول الله كان ثلث ماله يصرفه عن الطيب لأنه رسول الله كان يحب الطيب صلى الله على رسول السلام. الله. نعم. السلام عليكم، شكرا كتفيدونا. أنا ما كيتيسرش لي أمور زواج وما كيدينيش النعاس إلا إلى نعس على كرشي، كنعس على كرشي بزاف. شو نقول لك؟ هذا عند الأرق تذكر الله وتعمل الدعاء ديال النوم اللي ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واضح أستاذ. إذا مازال مواصل معكم دائما على 5566، وأيضا ممكن تواصلوا معنا من خلال صفحة شدا اف ام على الفيسبوك، أو أيضا ممكن تواصلوا معنا من خلال أرقامنا التواصلية 0522 36 10 36، 0522 36 10 36. أيضا معنا سناء، تحية لك سلمى وتحية الأستاذ، شكرا لك. إذا نمشيو لأمينة بن ملا. السلام عليكم أمينة. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أمينة، تفضلي. الله يبارك فيك أختي، شكرا لك وشكرا للأستاذ. أنا صراحة أول مرة كنسمع الأستاذ وتأسفت لأن فاتني شحال، والحمد لله سمعت له واخا غير جوج كلمات ولكن رجعوا لي الثقة في نفسي وفي الله. كنشكرك بزاف يا أستاذ. والله يلا حتى أنا أختي أشكرك بدوري، يعني علاش كتبعثوا فينا الأمل وكتخليونا كتعطيونا شحنات وطاقة باش نستمر ونصحوا الناس، وإلا كل شيء كيستافدوا ما كيقولوش بهذه الشجاعة اللي أنتي اتصلتي وكتقوليها. سأل الله عز وجل يجعل لك في الموازين عند الله مقبولة، لأنك بقولك هذا تساهمين في شفاء كثير من الناس. نعم. وشكرا لك أختي أمينة. مرحبا ومرحبا أمينة. سؤال الأستاذ، المشكل اللي كان اللي عندي. نعم. أنا أختي ولدت الولد الأولاني ديالي. نعم. ومن بعد وقعوا لي إجهادات متكررة 4 المرات، مشكل عضوي ما كاينش ولله الحمد. المهم كنت اتصلت بواحد الأستاذ وشوية دار لي الوسواس في راسي، قال لي عندك التابعة وعندك حسد وعين من طرف الجن، يعني فخم ما حملتي غادي تجي باش تقتلك هذاك الشيء اللي في الكرش ديالك. نعم. ودخلني الوسواس شي شويه. المهم انا الحمد لله الصلاه ديالي في الوقت ديالها، الفجر في الوقت ديالو، الاذكار ديال المساء، الاذكار ديال الصباح، كل شيء كنديرو كنشرب الماء بالرقيه. ولكن اليوم سمعت الاستاذ عاد عرفت بان هذاك الشيء اللي كندير كافي، ما خفتني لا الواحد يقرا عليا ولا حتى شي واحد. انا قادره باش نعالج نفسي فعلا، يعني رجعت لي شويه الثقه بنفسي غير في جوج كلمات سمعتهم منك الحمد لله. الحمد لله. امين الله يطول عمرك، اسال الله لك الذريه الصالحه. شكرا لك امين. شكرا. الله يجيب الشفاء ان شاء الله. شكرا. الذريه الصالحه. شكرا اختي. خالد بن فاس. السلام عليكم خالد. وعليكم السلام. الحمد لله بارك الله فيك خالد، مرحبا. شكرا معك. بارك الله فيك. شكرا اختي.
سمح لي خايد راه ما كنسمع والو، كنظن واش مع واقف شي بلاصه فيها التغطيه. الا ممكن تعاود تتواصل معنا دائما على 0522 30 10 30 او 556 من خلال الفيسبوك. اذا السلام عليكم، مشكلتي عندي ضيق في التنفس، مشيت للطبيب قال لي عندك ستريس والاعصاب، شي حاجه كيسميوها هنا يعني عندهم بالايبر فون انتيلاتي. قالت ان هي مقيمه في هولندا، البارح سمعت الرقيه الشرعيه عبر اليوتيوب وحسات بالنفس ديالها كيضيق وكتخنق وكتهوت، ولكن الا سمعت القران عادي ما كيطرى لها حتى شي حاجه. الله يخليك جاوبني، بغيت نعرف شنو هندي. نعم، الا كتسمعي غير الرقيه الشرعيه وكيحصل عندك هاد الاعراض وانت ما عندكش مس، ممكن يحصل عندك هاد الاشياء بالايحاء اللي عندك مشحونه به في العقل ديالك الباطن. اول شيء باش ما تخافيش الاخت ديالي وما تدخليش لواحد المتاهات اللي يعني ما توديش بك لشي حاجه اللي تحمديها من بعد. فبالتالي هاد الاخت ديالي راه عندها حاله يعني نفسيه مده بها لحاله الاكتئاب، عليها بذكر الله عز وجل وصوره يوسف وعليها بالتلبينه وتحاول تعطي الثقه في نفسها وتظن لان الدنيا لا تساوي شيء باذن الله. يعني ما تحاولش تنغص على نفس الحياه ديالها، تشوف المسائل اللي كيعملوا لها مشاكل في حياتها داكشي تبعد عليهم وتستعمل حتى الدواء ديال الطبيب، راه غيجيب لها الله الشفاء والعلاج باذن الله. وهذا اللي كتحس به ليس دليل انه فيها المس ولا، لان كيعودوا عندهم حاله اكتئاب كيوقعوا اول يعني شيء اللي كيبداو يشكيو منه هو ضيق في التنفس. نعم. وكيحس بالدقات ديال القلب ديالو، كيمشي على الطبيب ديال القلب كيقول له ولدي راه ما عندك والو، كيمشي عند ديال الرئتين كيقول له ما عندك حتى خلل، كيبقى شاك في امره. فهنا ملي كيمشي كيدير الرقيه وداك كيبدا يقولوا لك هذا، كيدخل مشكل اخر وهي ما عنده الا حاله اكتئاب بسبب مشاكل عنده في الحياه ديالو الزوجيه او 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 اسال. نعم. الله يشافيها ان شاء الله. سلام اختي سلمى والاستاذ الرائع حفظكم الله من كيد الخائنين. الله يطول عمرك. كنتمنى من الاستاذ انه يقول للسائلين كيفيه الشفاء من السحر ولا يذكر من اين ياتي وكيف ياتي، لان هناك نعم. يعني بعض المسربسين غير يمكن انهم نعم. يجربوا هذه الامور نعم. فيما بينهم. لا لا, لا, لا نعطيهم. مرحبا باختي. السحر يعالج يعني اختي السائله والاخي السائل الفاضل، يعالج دائما اخذوا صوره طه احسن شيء في علاج السحر، ونضيف اليه 7 ورقات من اوراق السدر. نعم. وثم ناخذ واحد الكميه بعد ما نقراو عليه صوره طه وقرينا عليه نزيدوا ندعموه بالمعوذتين فما تعود المتعب دون بمثلهما عفوا، ثم آية الكرسي وحتى الفاتحة بإذن الله فيها خير. ناخذوا واحد الجزء من هذاك الماء نشربوه، ولا خلطنا حتى شوية بالعسل راه فيه شفاء بإذن الله، وما تبقى نحاولوا نغتسلوا به فهو شفاء بإذن الله لجميع أي حالة السحر بإذن الله. ايضا نرجعوا لاسئله على 556. الله يخليك استاذ، كنشكرك بزاف. عندي الام ديالي كتعاني من مرض الزهايمر، واش كاين شي حل؟ نعم اختي، يعني اسال الله لها الشفاء. فهاد المرض يعني راه يعني راه يعني كاين واحد البشره، يعني كاين علماء في بريطان ربما راح يحصلوا على واحد العقار يعني دواء راه غادي يبدا ان شاء الله غيكون ربما، وراه حتى في بلادنا الحمد لله راه كيعطيو الاطباء راه كيعطيو ادويه ممتازه في هذا المجال. يعني الحمد لله ما نساوش عندنا ناس اختصاصيين في هذا المجال وكيدعموا المريض وكيوقفوا معاه وكذا، وبالتالي بحال هاد السيده تعاون يعني مثلا بالمكملات الغذائيه اللي تنمي يعني الدماغ. نعم. يعني من اكل الجوز، من اكل القرقاع، مثل بحال مثلا اختي حتى الزعرور، نبته الزعرور، بحال نبته الجينكو بيلوبار هي نبته اسيويه موجوده تنشط الدوره الدمويه وكذا. ودائما يعني حتى ذاك المريض راه الطبيب ملي كيجي عنده الحمد لله راه عندنا اطباء ما شاء الله في هذا الميدان راه كيساعدوا هذا الناس ان شاء الله. واضح. سلمى انا سميه عافاك قولوا لي شنو ندير، درت تحاليل وقالوا لي عندي حساسيه وبروده في الدم، عافاك جاوبيني راني كنعاني، راني كنسمع لكم دابا. نعم اختي، الا كانت البنت عندها بروده في الدم تستعمل الدواء ديال الطبيب اول شيء، انا كنساعدك اي كنساعدك. فبالتالي الا ما عندهاش الكيله، نعم، ما كتعانيش من الكيله، ما كتعانيش من الضغط مرتفع، ما عندهاش السكر، هادو ثلاثه الحوايج يعودهم. الا ما كتعانيش من الكيله، الا ما كتعانيش من السكر، الا ما كتعانيش من الضغط مرتفع، عليها بعرق السوس. عرقسوس نعم مفيد هو والقرفه وقص وحط طريف من الزنجبيل يوميا صباح مساء، غادي تخف الحده ديالها باذن الله ان شاء الله. سلام الله يخليك. انا ما كنعس مزيان في الليل وكنلقى راسي ناعسه وانا مكنزه سناني. الله يخليكم. ربما تقدر تكون حاله نفسيه، تقدر حاله يعني مسيه. نعم. ولكن باش نفصم فيها العلم عند الله عز وجل. واضح. سلام بغيت شي رقيه يعني باش يتيسر لي ان شاء الله الانجاب. انا سنين
حاملين ولا مزوجه ما عندي والو يعني هادشي اللي قالها الطبيب. نعم الا ما كانش عندها شي مشكل طبي اللي كيسقط داك الجنين توضع يدها على البطن ديالها وترقي نفسها بما شاءت فاتحه الكتاب معوذتك اي شيء باذن الله، ثم عليها بخالص الدعاء الى الله عز وجل والتوجه اليه بصدق النيه، ثم بالتالي عليها ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين تكررها مرارا وتكرارا، الله يرزقها الذريه الصالحه ان شاء الله. واضح استاذ سلام. انا جامع مدينه الدار البيضاء، انا ملي كنسمع على الرقيه الشرعيه ما كنقدرش نكملها حيت كنحس بواحد الخوف شديد غير طبيعي وتنميل في الاطراف وضيق في التنفس. نعم انا نقول اخي اذا كان عندك استعداد لسماع كتاب الله كما امرنا ربنا سبحانه وتعالى ان يعني باش نستمع، واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، ما غاديش تنتابك الشعور كله، ما هي الا وساوس شيطانيه تنتابك والعيذ بالله. واذا قلت وساوس شيطانيه لا اعني بذلك انك ممسوس، لا بل اقول كما قال رب العزه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والنار، فهذا لا اقل ولا اكثر. فبالتالي اسمع لكتاب الله، اقرا وما تاخذش الايات كاع دير الرقيه باش ما تحطهاش في راسك وتصدق عندك غشاوه او غيب، ما يمكنش يكون عندك هادشي الا تلقيتي كتاب الله بالمعنى الذي انزل من اجله. واضح. سلام. انا الهام كنشكركم بزاف، بغيت نقول للدكتور انا كنت مخطوبه عامين وفجاه تفسخات الخطوبه من جهه العريس وكنا قراب نديروا العرس في هذا الشهر، بغيت نعرف السبب اذا كان ممكن وشكرا بزاف. عافاك اختي سلمى، عطينا الرقم إنا رقم ما عرفش يعني العموم اللي بغيتي رقم الأستاذ ممكن تصل على 0522-36-83-03 أو 04، وممكن ديري فقط في اليوتيوب مركز الأستاذ عنوان مركز الأستاذ فؤاد فرقاني إدريسي وتاخذي الرقم. نعم السبب نعم أختي هذه حكمة الله تتجلى في خلقه، فالله يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، فبالتالي أقري نفسا وعينا واعلمي أن الرزاق هو الله، واللي وهبك هذا الجوج هو الله، واللي خذلك هو الله، واللي غير رجعولك هو الله عز وجل. السلام عليكم، عندي مشكل بغيت الدكتور يدعي معايا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لهذه السائلة أمنيتها، أسأل الله عز وجل أن يجعلها من السعداء في الدنيا وفي الآخرة وأن يسترها بستره دنيا وآخرة وجميع المستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم، أنا فاطمة كنت مشيت عند واحد الفقيه ومن يسمع القرآن هربت. ما يعني فرر عليك هو الشيطان نعمة الله لا أقل ولا أكثر، وإلا شفتي عند ذاك الراقي شي جو الله يحفظه الراقي او اي حد اخر شتي عنده شي جو اللي ينفرك من ضرب ومن صياح وعاويل وكذا، فمن حقك تهربي، والا لا يهرب يعني حتى واحد ما كيهرب من كتاب الله عز وجل الا الشيطان نعوذ بالله. وانت انسانه ان شاء الله، الشيطان اذا سمع الاذان وسمع القران فر ولا مدبرا وهاربا. السلام عليكم، انا المياء من تملت، بغيت الرقم ديال الاستاذ فؤاد راه محتاجه ليه، بغيت نمشي عنده المركز. اذا كما قلت لك ممكن تصل بينا او ممكن تدخلي اليوتيوب ديري عنوان مركز الاستاذ فؤاد فرقاني ادريسي ويعطوك الرقم والعنوان ايضا. سلام، انا عائشه من اسبها، انا مريضه مده 8 سنين، كان مرض غير من المغرب حتى 12 ديال الليل، كنشرب الدواء ديال الاعصاب بلا فايده، درت الرقيه ولكن بكيت كيم بقيت عفوا كيما انا، ارشدني جزاك الله الف خير. هنا الاخت ديالي سلمى بحال هاد الاخت اللي كتجيها هاد الحاله من المغرب حتى ل 12 الليل. نعم مثلا انا اعطيكي حاله كانت عندي البارح، جاءتني من فرنسا، جاءتني بنيه ما شاء الله حفظ الله لاهلها، فيعني مشات عند الاطباء النفسيين، مشات الحمد لله كل شيء كيدير المجهود ديالو، ثم بالتالي عندها واحد الحاله يعني تتمتم في المنام وكتفيق فزعه. نعم. فيعني ما لقيت اي مؤشر يمد الى المس بصله. نعم. فاخذت يعني نقاط اسال الام ديالها لان البنت تتكلم الفرنسيه جيدا ولا تحسن العربيه قليلا. نعم. ثم بالتالي يعني من خير ما استفسرت يعني كنسالها على كل نقطه، في الاخير سولت ما هل هذه البنيه كانت تشاهد الافلام تاع يعني الجن لديابلو كذا وكذا. نعم. فسبحان الله العظيم قالت لي هذا ما هو كان حاصل وما هو كائن يعني من قبل، فهو الذي اثر عليها على النفسيه. نعم. ديالها. فكذلك هذه السيده او حالات هنا اقول دور الراقي اللي كيكون ارشد الله ونبهه، كنشوفوا دائما المريض كنشوفوا اشنو الحاله النفسيه ديالو وكندير راني ما غاديش نشافيه غير نحاول نساعده، ويبغى به الله الشفاء غيتشافى. فهاد المرأة إلا كانت كتجي هاد العلة نشوفوا واش شي وقت وقع لها شي مشكل في هاد الوقت بالذات.
فإلا ما كانش ودرسنا الحالة النفسية ديالها نرجعوا الرقية غادي يشافيها الله عز وجل. واضح. سلام، انا عندي حساسيه ديال الماكله واي حاجه سخونه، درت التحاليل ما عندي والو اللي شك في التوكال، ما كنعش بالليل. واذكر وصحيح ما قلت عند البنت اللي كانت كتفرج في هذه الافلام راه ماشي مسكونه، لا راه غير الخوف اللي تحلت به، يعني اللي يسحبوها الناس خصو يخافوا من الافلام ولا لا؟ لا نعم اختي، يعني بالنسبه للسيده اللي قالت انا عندها حساسيه ديال الماكله واي حاجه سخونه، درت تحاليل ما عندها حتى شي عله. عندها حساسيه ديال الماكله اختي؟ اه، يعني اي حاجه ما كتقدرش ديرها. ما عرفتش الحساسيه من شي الماكله؟ قالت هو اي حاجه سخونه، ما عرفتش اي حساسيه. نعم، واش الحساسيه عندها في اللسان ولا في المعده؟ قالت انا من درت تحاليل ما عندها والو، لكن لا علم لي الا كون عطاتنا شويه نقدروا نساعدوا ان شاء الله. السلام، انا نورا جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. انا عندي خويا كيطيح وكيبقى وجهه يزرق وفمه كيعواج مده ديال 4 سنين، يعني الا شاف اختي الطبيب راه اكيد عنده حاله صرع ديال مرض عضوي. نعم، ثم الى داروا لي الدعاء وساعدوه بالدواء ديال الطبيب اللي كيعطيه وعليه بنبتة الزعرور وحتى الخزامة مع العسل مفيدة ان شاء الله تعالى باذن الله. واضح استاذ. اذا نعم. شكرا لك استاذ فؤاد فقاني الادريسي، شكرا لك دائما دائما. العفو، متخصص في العلاج بالرقيه الشرعيه والطب النبوي. شكرا مهدي في ضاف الاخراج والهندسه الصوتيه. اكيد موعد موعدنا كيجمعنا معكم ان شاء الله الاسبوع المقبل دائما ابتداء من اليوم الاثنين من 1 حتى 2. انا غنتلاقى معكم غدا ان شاء الله، دائما برنامج حصن نفسك. فقط الموعد مع الاستاذ فؤاد فقاني الادريسي لانه سيكون معنا من الاثنين الى الخميس. غتكون معايا ان شاء الله دكتوره اسماء عدال متخصصه في الطب النفسي، وغنتكلموا على مرض الهستيريا. فمرحبا بكم معنا، كنشكر دائما كل الناس اللي كيتواصلوا معنا في رعايه الله.